شوف في شق الانترنت احنا كنا دائما صريحين مع المواطنين. الشبكه فيها عده طبقات، وباش نعطي تدفق عالي وعالي جدا لازم يكون توافق وتناسق كل الطبقات. الحمد لله اليوم في الطبقه الدوليه رفعنا يعني سعه التدفق الدولي، مرينا من 1.7 تيرا الى 2.4 تيرا، والايام القادمه ان شاء الله احنا ما كانتش موعود، هذه يعني كل ملموس، وراكم تلاحظوا الملموس.